خير. درسنا اليوم حل أسئلة المفعول معه. السؤال نشاط واحد بطلب منا تعيين مفعول معه مع الضبط حركة آخره. أي محلول جاهز؟ أتوقع إنه واضح. طبعا نهاية المفعول معه تكون فتحة. دائما هو منصوب، حكينا دائما منصوب. نشاط اثنين، ميز بين واو العاطفة والمعية. الآية الأولى مقامي وتذكيري، الواو هون واو العطف. أجمعوا أمركم وشركاءكم، الواو هون واو المعية. أجمعوا أمركم مع شركاءكم. وباقي الأمثلة أتوقع أنها واضحة، هي الشمس والقمر عاطف، حضر علاء وغروب الشمس معية، سرت وظيلة للأشجار معية، جلست وضوء القمر أيضا معية، نجحت سعاد وأختها هن واو العطف، استيقظ محمد وفاطمة واو العطف، وأذان الفجر الواو هون واو المعية. نشاط ثلاث، عين المفعول معه ثم أضبط حركته برضو كمان، يعني توقع أنه واضح. سرت وأنهار وطلوع وأعمدة وأمواج وهبوب وجمال، طبعا كله نهايته نصب. نشاط أربعة، نص نستخرج منه اسم معطوف. الاسم المعطوف هنا إجلال وتقدير. تقدير هي الاسم المعطوف، اسم معطوف عفوا، اسم معطوف هي تقدير. ومفعول معه في عنا أتسهرون وبريقة، بريقة هي مفعول معه. وأيضا يعلو ومصاف، المجدي مصاف هي مفعول معه. نشاط خمسة، نشاط خمسة الإعراب، هي إعراب الجمل المطلوب منا. نشاط أول سؤال، نشاط خمسة الإعرابات. أول جملة وسماع القرآن الكريم، الواو والمعية. سماع مفعول معه منصوب بالفتحة، القرآن مضاف إليه مجرور بالكسرة، الكريم نعت مجرور بالكسرة. وصياح الديكي، الواو والمعية طبعا هي مبنية على الفتح ولا محل من الإعراب. صياح مفعول معه منصوب بالفتحة، والديكي مضاف إليه مجرور بالكسرة. وضوء القمري، الواو والمعية، ضوء مفعول معه منصوب بالفتحة وهو مضاف طبعا، القمري مضاف إليه مجرور بالكسرة.